عدد جديد من برنامج حديث الجزائر، أهلا بكم. اختتمت الأربعاء أشغال الدورة 22 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون، اختتمت بالتوقيع على 26 اتفاقا ثنائيا شملت 16 قطاعا وزاريا على غرار الطاقة والصناعة والتجارة والنقل. وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أكد أن التعاون الثنائي بين البلدين قد خطى خطوات مشجعة تستحق التثمين والثناء، كما أكدت لجنة المتابعة على الآفاق المستقبلية الواعدة التي تنتظر هذه العلاقات، حيث تم الوقوف على تحديد وتنشيط مجالات جديدة للتعاون الثنائي مع اعتماد خطوات فعلية لدعم هذا النهج البناء وتبني حلول عملية لتجاوز العراقيل العابرة أو المعوقات الظرفية التي تعترض سبيل الجهود المشتركة. أهلا بكم من جديد. إذن الحديث أكثر في هذا الموضوع، بداية أرحب بالدكتور حمزة بوغادي مدير مؤسسة الدراسات الاقتصادية من الجزائر عبر الهاتف للحديث عن الشق الاقتصادي خاصة. أستاذ حمزة بوغادي، مرحبا بك معنا اليوم. مرحبا أخي محمد، شكرا للاستضافة. أهلا وسهلا. طيب دكتور حمزة، بداية التعاون الاقتصادي كان على رأس أشغال الدورة 22 للجنة التعاون ما بين الجزائر وتونس، والحديث عن مبادلات تجارية قدرت ب 1.9 مليار دولار أمريكي. بداية، ماذا يمثل هذا الرقم وأي واقع ترسمه الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وتونس؟ أكيد، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أكيد بالحديث دائما عن العلاقات الاقتصادية البينية ما بين دولتين، لابد من وضع دائما العلاقة الاقتصادية في إطارها العام اللي هو يعني العلاقات السياسية والدبلوماسية، لأنه دائما تكون يعني العلاقات الاقتصادية دائمة ومتينة بفضل الأرضية أو الخلفية السياسية للعلاقات ما بين الدولتين. نتكلم عن بين دولة تونس الشقيقة والجزائر، يعني تقريبا منذ استقلال الجزائر إلى يومنا هذا دائما كانت العلاقات السياسية ما بين الدولتين في أعلى مستوى جد مميزة. لذلك يعني دائما ما كان فيه التعاون الاقتصادي، ممكن لما نشوف يعني نحلل الجانب الاقتصادي نقول أنه بعمل مقارنة بسيطة نشوف أنه لا يرقى يعني التعاون الاقتصادي ما بين الدولتين، يعني لا يرقى للعلاقات السياسية الممتازة، لأنه فيه ضعف ما بين في ضعف يعني في مجالات الاستثمار المشتركة في مجالات يعني هذا نتكلم عن حصيلة يعني تقريبا 60 سنة منذ استقلال البلدين. يعني نتكلم الآن يعني تقريبا منذ قلت سنتين أو ثلاث سنوات في رجوع إلى ديناميكية اقتصادية، خصوصا لأنه الجانب الجزائري أصبح يركز في السياسة الخارجية على الجانب الاقتصادي كثيرا. يعني تقريبا كل التحركات اللي قامت بها الجزائر على أعلى مستوى كانت لها يعني الشق الاقتصادي أخذ حي يعني نصيب الأسد في التعاملات تقريبا مع كل الدول الصديقة والشقيقة. نرجع لدولة تونس، يعني أهمية دولة تونس بالنسبة للجزائر، تقريبا هي دولة شقيقة، هي دولة يعني متاخمة أو في حدود وفي يعني مكونات ثقافية مشتركة ما بين البلدين، وفي أيضا تقريبا في تشابه في المنطقة الحدودية اللي هي أنسب لدعم المشاريع التنموية لكلا البلدين. يعني نشوف التركيز الاقتصادي أو التجاري أو النشاط الاقتصادي يتركز في المدن الشمالية وأيضا بالجزائر في المدن. طيب استسمعك عذرا دكتور حمزة بالحديث عن الاستثمارات، تم إحصاء كاستثمارات بينية ما بين الجزائر وتونس أزيد من 74 مشروع استثماري جزائري بتونس، وأيضا 42 مشروع استثماري تونسي بالجزائر، مع التأكيد على العمل لرفع هذه الأرقام من خلال دعم وتشجيع المستثمرين. إذن خطوة مهمة في سياق التعاون الاقتصادي، ليس كذلك دكتور حمزة؟ أكيد، نحن لا ننقص يعني من نسبة الاستثمارات والمشاريع المشتركة حاليا، ولكن نحن نطمح إنه نرتقي إلى 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 ما يجب عليه تكون العلاقة الاقتصادية بين الدولتين، لأنه الدولتين تمتلك من المكونات ما يجعل اندماج الاقتصادي المتكامل والكامل يعني جد رياليزابل، يعني
مقابل للتجسيد، لانه تقريبا سهوله الحركه ما بين المواطنين في الدولتين، سهوله التعامل، الكثير من يعني الروابط المشتركه، كل يعني الارضيه السياسيه يعني الممتازه ما بين الدولتين، وايضا المقومات الاقتصاديه، يعني القطاع السياحي في تونس يعني بدون يعني ندخل في التفاصيل، تقريبا هو قطاع ذو خبره اكثر من 50 سنه خبره في القطاع السياحي، فيه كثير من الاستثمارات والمشاريع يمكن ربطها في هذه المجالات، ايضا في قطاع الطاقه، في قطاع الفوسفات، في القطاع الزراعي او الصناعات الغذائيه، يعني يمكن تطوير كثير من المشاريع. يعني لماذا لا نذهب تقريبا لو نعمل على هدف انه نوصل الى 500 يعني مشروع استثماري بحلول 2025 على سبيل المثال، يعني قادرين انه نوصل الى هذا المستوى من التكامل الاقتصادي. طيب دكتور حمزه، بالحديث على تطوير المجال الاستثمارات والاستثمار فيه اكثر، ايضا تم الاتفاق على رفع مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات الفاعله في سوق الأوراق المالية في البلدين، وكذا أيضا النظر في إمكانية تأسيس آلية تعاون دائمة في هذا المجال. بداية، ماذا يعني هذا وأي أفاق يفتحه؟ أكيد يعني توحيد السياسات المالية وتوحيد يعني التعاون أو رفع من التعاون، خصوصا تشبيك العلاقات الاقتصادية، من شأنه أنه يكون نواة أو يكون بداية لاندماج مغاربي. يعني تقريبا لما نعمل تحليل نشوف أنه الاتحاد المغاربي يمكن أن يبدأ ببساطة ما بين الدولتين تونس والجزائر، لأنه فيه كثير من كما سبق وذكرت الكثير من قواعد الشراكة لنستطيع أن نطورها. أيضا يعني الربط يعني ما بين أو التنسيق ما بين الأنظمة المالية أو أنظمة المعاملات راح يسهل من إنسيابية حركة رؤوس الأموال ما بين البلدين، حركة يعني التنظيم أو التنظيم الاقتصادي أو التشريع الاستثمار فيه تسهيلات ما بين البلدين، راح أيضا يعمل هذه التسهيلات حتى يكون فيه استثمارات بسرعة أكبر. كانت تقريبا هما أشياء تقنية من يعني من الهدف منها أنها تسهل يعني أو تسرع من وتيرة خلق الاستثمارات وتعزيز الشراكة. طيب دكتور حمزة أبو غادي، كنت معنا اليوم، شكرا على ما قدمته في هذا الموضوع في هذا الشق الاقتصادي، كنت معنا اليوم، شكرا لك. إذن مشاهدينا الأفاضل، نرحب أيضا يشاركنا في النقاش اليوم الأستاذ نصر الدين بن حديد، الكاتب والمحلل السياسي من تونس. أستاذ نصر الدين، مرحبا بك معنا اليوم. مرحبا أمين، مرحبا بالمشاهدين، مرحبا بالضيوف الكرام. أهلا وسهلا. طيب أستاذ نصر الدين، أيضا الشق الأمني كان حاضر في الدورة 22 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون. في الشق الأمني ثمنت اللجنة نسق التعاون والتنسيق بين البلدين في مواجهة التهريب الهجرة والهجرة السرية. إذن هي خطوة مهمة أستاذ نصر الدين وضرورية في ظل ما تعانيه منطقة الساحل الإفريقي خاصة من هشاشة أمنية، أليس كذلك؟ هي نقطة حياتية، أعتبر أنها هامة جدا، لأن البلدان يعيشان في نفس المنطقة، والمنطقة مفهومة بين ظفرين بالهجرة السرية التي ليست هجرة طبيعية بين ظفرين، هي هجرة تقف وراء عصابات وتنظيمات دولية حيث تضر من ملايين الدولارات أو مئات ملايين الدولارات على أصحابها. هناك أيضا تهريب جميع أنواع المخدرات، وثالثا والأهم هي الإرهاب. أعتبر أن هذا ثالوث ملعون عفاكم الله يستجلب من تونس والجزائر نظرة أعتبرها موجودة وقائمة تتطلب دائما مزيد من الدعم والمساندة والتعميق، وكذلك النظر إلى هذه المسألة من بعد استراتيجي كما هو قائم الآن. أعتبر أن البلدان من مصلحتهما وضع اليد في اليد في هذا المجال، وأعتبر أن الرهانات التي تقودها لدول عديدة في المنطقة ضد البلدين هي ذاتها، وأعتبر أن منطقة الساحل والصحراء الآن تمثل تحديا، لا أقول خطرا لكي لا ننفخ في النار أكثر، تمثل تحديا للبلدين، مع العلم أن الجزائر أكثر انكبابا على هذه المسألة. طيب أستاذ نصر الدين، أيضا بالإضافة إلى الجانب الأمني، تم أيضا التأكيد على ضرورة مواصلة جهود التنمية في المناطق الحدودية بين البلدين وإنشاء لجنة ثنائية لتأطير ذلك كما سميت. إذن هذا يعزز المقاربة الجزائرية المبنية على التنمية كأحد الوسائل والأساليب المهمة لدعم الاستقرار في المنطقة، ليس كذلك أستاذ نصر الدين؟ كما قلت زميلي أمين، أربط السؤال الأول بالثاني وأربط جوابي الثاني بالأول، وأقول أن
أحد أهم وسائل محاربة الإرهاب والتخلف والهجرة السرية والتهريب هو قيام تنمية عادلة بين البلدين، واعتبر أنه الحدود يجب أن تتحول إلى جسر عبور للمواطنين والسلع والأموال، أكثر منه إلى مناطق حدودية، تبقى المناطق الحدودية ضمن سيادة الدولة، لا أحد يطعن في سيادة أي دولة، لكن تتحول هذه المناطق لنقطة عبور. ممكن التفكير مثلا في أن يكون المرور بجبهة التعريف فقط، فتح معابر تجارية، تنمية ودعم وسائل المواصلات بين البلدين، واعتبر أن وجود قطار بين البلدين، وجود حافلة بين البلدين تدعم ذلك. اعتبر أنه تنظيم التجارة بين البلدين اللي تتمر عبر مسالك غير قانونية، ويجب أن نعترف بذلك، هو أحد أهم الرهانات القائمة والقادمة بين البلدين، واعتبر أنه بدون أن أدخل في بعد اقتصادي، وأذهب كما ذهب ضيفك المختص قبلي، عندما ألاحظ في جواري وفي عائلتي وفي محيطي هناك عشرات الآلاف من الشباب التونسيين الذين التحقوا بالجزائر للعمل، وهم يمثلون تخفيف عبء عن البطالة في تونس ودعم للاقتصاد الجزائري. نحن الآن في منطقة رابح رابح، واعتبر أنه لا يجب أن ننظر إلى العلاقات من منطقة الربح والخسارة في بعدها الآن، يعني بالأرقام، هناك الاقتصاد ما ينظرون إلى الأرقام، أنا وأنت وجميع المواطنين ننظر إلى اللحمة التاريخية، إلى صقيل سيدي يوسف، إلى الثورة الجزائرية التي اتخذت من تونس منطلقا لها، واعتبر أن الجزائر كانت دائما وفية لتونس، وفية للتاريخ، وفية لما قدمها لدى العون يوما ما. إذا أستاذ نصر الدين، يبدو أنه أحد الروافد الأساسية الاقتصاد هو والاستقرار الأمني، وأعتقد أن الأمر الذي ركز عليه الطرفين الجزائر وتونس، ومع أن يعيان هذا الأمر خاصة أن الظروف تملي على الجزائر وتونس أن يمضي أكثر في هذا التنسيق. هي هناك نظرية الدوائر في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة السرية، هناك الناحية الأمنية، عندما يكون شخص مهرب أو إرهابي مسلح لا تستطيع أن تجادله، حين هناك تستعمل العنف، والدولة هي المعتمدة الوحيدة على العنف الشرعي، لكن نعتبر أن هناك ضوابط أخرى، النظام التعليمي، تجارة بين البلدين، فتح وفرص التعامل بين البلدين. تونس تحتاج، تمر بأزمة جفاف، تحتاج إلى العلف، ممكن الجزائر تقدم هذه المساعدة وفق الإمكانيات الممكنة، واعتبر أن هناك عديد ملفات وعشرات ملفات وآلاف المشاريع اللي ممكن فتحها بين البلدين. صحيح. اعتبر أنه الآن الاستثمار في التاريخ والاستثمار في الجغرافيا والاستثمار في الناحية الاجتماعية، اعتبر أنه هذا الصيف عددت عديد حالات الزواج بين الجزائريين وتونسيين وتونسيات أو تونسيين وجزائريات، اعتبر أنه هذا ما يضخ دماء مشتركة ويجعل العلاقات لا تتأثر لا بتغيرات مناخية ولا بتغيرات غيرها. واعتبر أنه هناك ملاحظة تاريخية أريد أن أسوقها الزميل أمين، أنه العلاقات البينية العربية في الدول الملاصقة لبعضها بدون إحصائيات أو بإحصائيات وعلماء الاجتماع السياسي أفضل مني، أن العلاقات التونسية الجزائرية التي عرفت أقل توترا على المدى العربي لم يحصل مرة أن تتوتر العلاقات كثيرا. أعتبر أنه سلاسة هذه العلاقات تاريخيا وحجم الحجم التبادلات الاقتصادية ممكن أن ترفع نسبة النمو في البلدين نقطتين على الأقل، خاصة بالنسبة لتونس حيث أقيم الآن، وأعتبر أن الجزائر لها دور كبير في هذا المهم. طيب، أيضا الحديث عن هذا البعد التاريخي كان حاضرا في هذه المشاورات في هذه الدورة 22، خاصة التعاون في مجال الموارد البشرية الذي كان حاضرا وله نصيب باعتباره رافدا قويا في التواصل ما بين الشعوب، بالإضافة لاستحداث هذا ما تم استحداث منتدى الذاكرة المشتركة الجزائرية التونسية. إذن أستاذ نصر الدين، نحن نتحدث عن عمق تاريخي بين بلدين شقيقين، ونتحدث أيضا عن مسار طبيعي لعلاقات ثنائية لبلدين شقيقين. التاريخ، أريد أن أؤكد على شيء كبير على قدر كبير من الأهمية، وأنه تعريف الجزائريين للتونسيين والتونسيين للجزائريين تعريف جغرافي فقط. التوانسة ينادون الجزائريين بالغرابة، والجزائريين ينادون التوانسة بالشراكة. التعريف هو جغرافي فقط، وليس تعريف سياسي أو تعريف إثني أو طائفي أو غيره من التعريفات التي ممكن أن تصبح مصدر توتر. أعتبر أنه الاستمرارية الجغرافية والإنسانية بين البلدين تجعل من الحدود قائمة من ضمن مهمة السلطة وسيادة السلطة، لكن أعتبرها أن ممكن تتحول إلى جسر. كذلك أعتبر أن تونس تمتلك على المستوى الاقتصادي فارغ هام في اليد العاملة قادرة
نعم الجزائر، خاصة الجزائر دخلت في مشاريع عديدة للتخلص من تبعية الميزانية الجزائرية للمحروقات، ومن ثم اعتبر الجزائر مقبلة على مشاريع كثيرة عدد وعلى قدر كبير من الأهمية، تستطيع وستستقطب بيد عاملة تونسية مختصة قادرة على أن تمثل نعم الإضافة وتقدم للبلدين فرص أكثر للنمو والتقدم. طيب، أيضا أستاذ نصر الدين، فيما يخص تعزيز الإطار القانوني، وهذا أحد الحزم الأربعة التي تم الحديث فيها، وهو تعزيز الإطار القانوني، حيث توجت الدورة بالتوقيع على 26 اتفاقية، أمر من شأنه أن يعزز الرصيد القانوني الذي يؤطر العلاقات الجزائرية التونسية في مختلف المجالات. فكيف سينعكس الأمر أستاذ نصر الدين على جودة العلاقات الثنائية ومستقبلها؟ التحديات التي تعيشها المنطقة من المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة الجيوسياسي والتغيرات الكبرى تدفع البلدين إلى تسريع هذه الاتفاقيات وتفعيلها، وكذلك الاتفاقيات السابقة، لأنه أعتبر أن تونس تريد أن تبحث عن مصدر تمويلات وفك عزلتها الاقتصادية، خاصة أمام تعنت المفيد الذي تقوم به تونس الآن تجاه صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، والجزائر تريد استراتيجية أن تكون جميع حدودها آمنة، وتجعل تونس رافضة للاستقلال الاقتصادي الجزائري عن البترول، ويصبح البترول نعمة فائضة عن حاجات الجزائر، وبالتالي نحن أمام رهانات استراتيجية هامة تأتي هذه العقود وهذه الاتفاقيات كما قال زميلي أمين هامة جدا، لكن أهم هي التحديات التي ستجعل من البلدين مدفوعتين إلى تفعيل هذه الاتفاقيات وجعلها ليس فقط فاعلة بل جعلها نعم. رافد درجة وسلم ارتقاء بالمستوى المعيشي في البلدين. إذن هذا التعاون أستاذ نصر الدين يبدو أنه ذو أهمية استراتيجية، الجزائر تونس وتونس الجزائر، نظرا إلى كل ما يحدث في محيطها القريب الإقليمي وحتى المتغيرات الدولية. نحن عندما نتحدث عن الجزائر تونس نتحدث بمناسبة هذه الزيارة، لكن أعتبر أن العلاقة هي متعددة. هناك ليبيا الآن، وكانت هناك اتفاقيات ثلاثية، الجزائر الآن مجبرة بين ظفرين على أن تستمر في سياستها التنموية في إفريقيا، قد خسر رئيس تبون مليار دولار لهذه المناطق. أعتبر أن الجزائر ممكن أن تحيط بنفسها بلدان مستقرة، بلدان قادرة على الأقل من الجنوب والشرق على الأقل، وأعتبر أن الجزائر قادرة أن تتحول إلى قطب أو إلى مركز أو إلى محور هام من أحد أهم المحاور في إفريقيا والمنطقة الشرق الأوسط وحتى البحر الأبيض المتوسط. أعتبر أن الجزائر الآن موقعها الجغرافي المنفتح على جميع البلدان، عندما نبسط الخارطة أمام نجد الجزائر على علاقة جغرافية بعدد البلدان، نجد أن محور تونس الجزائر يمكن أن يكون اللبنة الأولى أو الدرجة الأولى من سلم توزيع الاتجاهات التي تخوضها الجزائر، أولا لتسكين حدودها، وثانيا لتكوين تنمية، وثالثا تجعل الجزائر أحد أهم أقطاب الاقتصادية في المنطقة. طيب أستاذ نصر الدين، كان هذا الشق الأول في برنامجنا مشاهدينا الأفاضل، كان الحديث عن أشغال الدورة 22 للتعاون ما بين والجزائر في كل الملفات التي تم تناولها، وهي أربعة. نكمل وإياكم مشاهدينا الأفاضل في جزئنا الثاني في موضوع آخر، فاصل ونعود إليكم، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأفاضل. إذن في المحور الثاني لعدد اليوم سنتحدث عن تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إقالة رئيسه كيفن ماكارثي في سابقة تعتبر الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتا مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري تنص على إقالة رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي واعتبار منصب رئيس مجلس النواب شاغرا. إذن للحديث أكثر في هذا الموضوع أرحب معي بالأستاذ الدكتور حمود صالحي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا، يقول يكلمنا من أمريكا. دكتور حمود، مرحبا بك معنا اليوم. مرحبا، شكرا على الضيافة. أهلا وسهلا، وأيضا نجدد الترحاب بالأستاذ نصر الدين بن حديد الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ نصر الدين، مرحبا بك معنا مرة أخرى. طيب أستاذ حمود، دعني أبدأ من عندك. في سابقة تاريخية إذا مجلس النواب الأمريكي يطيح برئيسه الجمهوري كيفن ماكارثي، بداية ما دلالة ذلك دكتور حمود؟
دلالات واضحة، وهو أن الحزب الجمهوري في أزمة حقيقية، أزمة مرتبطة أساساً بالسياسات ومواقف خاطئة، وخاصة لدرجة ارتباط بحكم ارتباط معظم أعضاء الممثلين في مجلس النواب بظاهرة دونالد ترامب. فهي بالتالي حاصل لما رأيناه في هذه السنين، وفي درجة سيطرة رئيس ترامب على هذا الوضع. الجانب الآخر هو مرتبط أيضا بطبيعة بالأزمة الأخرى التي يوجد فيها الحزب الجمهوري، وهي أزمة هيكلية أيضا بنيوية، بمعنى أن الحزب أصبح لا يملك إديولوجية محافظة بالطريقة التي عرفنا عن هذا الحزب الجمهوري، وهو أصبح يميل إلى استعمال المجال الإعلامي وأكثر من الشيء الذي دفع البعض إلى اعتبار أن هذا الحزب يمر بأزمة ذاتية إيديولوجية لم نراها سابقا. طيب أستاذ نصر الدين، سابقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية أن يقال رئيس مجلس النواب، الأمر هذا يحدث لأول مرة مع كيفن ماكارثي. نتساءل أولا عن الأسباب، أسباب سقوط كيفن ماكارثي، وهو الذي كما نعرف جميعا أنه انتخب بعد 15 جولة من التصويت، يعني في جولات ماراثونية. ما سبب الإقالة اليوم، وكيف سيؤثر على مجلس النواب والمشهد السياسي؟ تحية لك مجددا ولضيفك من كاليفورنيا ولجميع المشاهدين. أعتبر أنظر إلى المثل بطريقة أوسع من أوسع، ووافق الأستاذ حمود أما وأضيف أن الديمقراطيات عادة في الغرب ميزت نفسها عن الأنظمة القمعية بأنها ديمقراطيات أخلاق التعامل السياسي، أي أنها على إتيكيت، نوعا من ضرب فوق الحزام مثل الملاكمة، الضرب تحت الحزام ممنوع. نحن الآن في الولايات المتحدة ضربا تحت الحزام وبقوة. أعتبر أن جميع الأطراف أخرجت جميع ما عندها من الأسلحة، فهي تدخل الآن حرب ضروس، حرب فناء، حما أما قاتل أو مقتول، أما غالب أو مغلوب، لا أسلحة، لا حدود أخلاقية. لذلك شدت في العشرات السنين الماضية في أمريكا أزمات لا أقول مماثلة، بل هناك أزمات مثل ووترغيت لم ينزل فيها مستوى التعبير السياسي والفعل السياسي تحت الحزام. نحن هنا أمام سؤال يختصر المعادلة التالية: أي ديمقراطية الآن في أمريكا، وأي علاقة لهذه الديمقراطية بالمبادئ المؤسسة للديمقراطية في الولايات المتحدة؟ وسؤالي أو جوابي أو تقييمي يعني يشمل جميع الغرب، الغرب الديمقراطي بين ظفرين. هناك أزمات تعيشها الديمقراطية الغربية، والولايات المتحدة على رأس هذه الدول التي تعيش هذه الأزمة. وأعتبر أن الأمر هام جدا ما كان الأستاذ الضيف، وهي تمس أسس العمل السياسي والتعريف السياسي لعلاقات الدائرة بين الأطراف الفاعلة والمتنافسة لأجل المناصب في الولايات المتحدة. طيب دكتور حمود صالحي، حتى نكون في الصورة وأيضا نضع المشاهد في الصورة، نتساءل عن دستوريا ما هي مكانة رئيس مجلس النواب ودوره في النظام السياسي الأمريكي، لأننا نتحدث عن حدث تاريخي اليوم. في السلم الرئاسي رئيس مجلس النواب يعتبر الثالث في السلطة، ففي موت أو استقالة الرئيس يخلفنا نائب الرئيس، ثم يأتي رئيس مجلس النواب، فهو منصب مهم جدا ويختلف من شخص إلى شخص آخر. عادة الحزب الذي يملك الأغلبية هو الذي يختار شخص ذات سمعة أو له نفوذ واستراتيجي في لم الأصوات داخل مجلس النواب. كما أيضا يعمل دور بارز في جمع الأموال مساعدة النواب من أجل إعادة انتخاباتهم، وهذه الوسيلة التي يملك عن طريقها ولاء هؤلاء.
والذي حصل في هذه المرة أن ماكارثي كان قدم وعود كبرى في جانيوري سابقا عندما اعتلى المنصب ورفض أن يلبي تلك الوعود، فكان هذا أحد الأسباب التي أدى إلى ذلك، بمعنى أن الرئيس يملك دور، رئيس المجلس النواب يملك دور كبير. الدور الأخير فقط أمين هو أنه يملك أيضا الحق في اختيار وسائل اللجان، وأيضا إلى حد كبير وضع أجندة على 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 للطرح والمناقشة. طيب دكتور حمود، أيضا حتى نضيف أسألك، القرارات التي يتخذها رئيس مجلس النواب في حالة كيفن ماكارثي، هل تتأثر بتوجهات الحزبية أم يؤخذ بعين الاعتبار التوجه العام ومصلحة البلد؟ والله اختلف النظام الأمريكي مرة بمرحلة منذ منتصف التسعينات عندما استولى نيوت كينغريدج. حتى ذلك الوقت كان هناك نوع من التوافق بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري على أساس المصالح الكبرى للبلد، لكن عندما وصل نيوت كينغريدج في 1992 وضع ما يعرف بأجندة الحزب الجمهوري، والذي من أحد أثاره هو أنه كان بالسابق أن يلتقي النواب الجدد المنتخبون الجدد ديمقراطيين وجمهوريين في تربص للحديث عن المشاكل الكبرى التي تعاني منها. كانوا أيضا هناك اتصال بينهما. نيوت كينغريدج أوقف كل اتصال مع الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، فخلق نزعة جديدة في إطار هذا الحزب، بمعنى أن أصبحت كأنك تميل، الأحزاب أصبحت تميل والأعضاء أصبحوا يميلون أكثر إلى الدفاع عن مصالحهم. الجانب الآخر المهم هو أن النائب ينتخب لمدة سنتين، فعادة المصالح الدائرية أو المنطقة التي يمثلها هو سبب الدفاع، هو العامل الأول الذي يأخذ في عين الاعتبار، والعامل الأخير هو وصول الشخص دونالد ترامب الذي أصبح كل شيء هامش. طيب نعم دكتور حمود، نعتذر. إذن أستاذ نصر الدين، الآن قياسا على ما حدث من إقالة كيفن ماكارثي وما يحدث داخل مجلس النواب، هل يؤشر ذلك إلى تنامي الانقسام داخل النخب السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ نصر الدين؟ هو لا يؤشر، هو دليل تنامي القطيع داخل النخب الأمريكية. من قبل كما قال الدكتور حمود، اعتبر أن هناك مقابلة كرة قدم، كل له ميدانه وكل يريد أن يسيطر على الميدان الآخر دون الذهاب نحو العنف الأقصى، لأن هناك حكم مباراة وهو الرأي العام الأمريكي والمؤسسات الأمريكية والعراف الأمريكية. الآن صرنا أمام مقابلة كرة قدم بدون حكم، بدون جمهور، في الظلام الدامس، وكل يضرب على هواه ويريد أن يشق صفة الطرف الآخر، وتقلنا من منطق التفاهم حول قواعد اللعب إلى الإقصاء والإبعاد وحتى النفي والاشتفال. أن الآن هو المنطق ومنطق قوة، منطق استئصال، منطق اعتبر أن الحرب في أوكرانيا والأزمة الاقتصادية والفضائح السياسية للرئيس بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب كلها مواد خصبة لترعرع فيها خصومات وتصبح أسلحة مسموح بها بعد أن كانت في السابق لا أقول محرمة بالأخلاقين لا يجوز استعماله. طيب دكتور حمود صالح، ربما من بين الأسئلة الجوهرية، كيف سيؤثر الحدث على الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتحديدا على حظوظ الرئيس السابق دونالد ترامب الراغب في الترشح مجددا؟ من الاحتمال الآن وهناك من المتوقع أن هذه الأزمة ستؤدي إلى خسارة حوالي 18 مقعد في مجلس النواب، وهؤلاء من نواب كانوا سابقا من الحزب الجمهوري، كانت مناصبهم محسوبة على الحزب الديمقراطي، فمن المحتمل جدا أن هذا هو الأثر الأول. الأثر الثاني وهو مرتبط بما رأيناه لحد الآن هو أن أنصار دونالد ترامب في الانتخابات السابقة لم ينجحوا في نيل المناصب، فهذا يؤدي أيضا إلى إضعاف الموالين لدونالد ترامب،
وخاصة إذا استمر هذا الصراع إلى فترة أطول، هناك من المحتمل أن يعود الكونغرس يوم الثلاثاء ويصوت على رئيس معين، لكن لحد الآن ما زالت الأبواب مفتوحة والمحتمل أن لا يصلوا إلى ذلك، وهو ما يؤدي إلى إفشالهم في نظر الشعب الأمريكي. نعم. طيب دكتور حمود، ربما قياساً على ما يحدث وعلى المشهد السياسي وتركيبته وهذا الصراع ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، كان السؤال حول كيف سيؤثر على الانتخابات الرئاسية التي ستكون في 2024؟ ستؤثر بحد كبير، لأنه من جاء خاصة على مستوى الكونغرس، لأن الكونغرس شعبية الكونغرس الآن هناك فقط 22% من يثقون أو من يقولون بأن الكونغرس له مصداقية ويستطيع الحكم. فعلى مستوى الكونغرس من المحتمل جدا أن يعود المجلس النواب للديمقراطيين. على مستوى الرئاسة أعتقد أن الرئيس جو بايدن سيكون له مشاكل كبرى في الفوز، لكن في حالة دخول الانتخابات مع دونالد ترامب فإن هناك احتمال كبير أن سيفوز بهذه الانتخابات. وعلى كل حال أي شخص باستثناء دونالد ترامب ممكن له إمكانية الفوز بالانتخابات على جو بايدن ولو بشكل قليل. طيب أيضا أستاذ نصر الدين، السؤال الآن عن كما كنت أتساءل مع الدكتور حمود عن كيف ستتأثر الانتخابات الرئاسية المقبلة وعن حظوظ الرئيس السابق دونالد ترامب الراغب في الترشح مجددا، هل الظروف ستخدم ترامب هذه المرة؟ كل شيء ممكن، وأعتبر أن الكتاب الأمريكيين كتبوا ونظروا وفسروا وحذروا من أن هناك عنف مجتمعي قد تقبل عليه الولايات المتحدة، هناك قد يكون حادث عنف أو اغتيال عربي أو مدبر قادر على تفجير الساحة، خاصة أن كل طرف يكفر بين ظفرين سياسيين الطرف الآخر، ثم يعتبر أنه هناك كتاب أمريكيين يتخوف من أن دولتهم ستتحول إلى جمهورية موز، وهذا التعبير يستعمله أحد الكتاب، حيث حجم الجريمة السياسية في دول أمريكا اللاتينية، كل المتخوف من أن الولايات المتحدة ستصل إلى هذا الحد من الانفجار الذي قد يهدد البلاد، خاصة أن كم السلاح المتوفر في البلاد أكثر من عدد السكان بكثير. طيب دكتور حمود صالح، ربما أيضا نتساءل عن كيف وصلت الديمقراطية في أمريكا، أحد أكبر الديمقراطيات، كيف وصلت إلى هذا الحد؟ والآن الحديث عن كما كان يتحدث الأستاذ نصر الدين عن مخاوف من انفجار الأوضاع وربما تطورها وانسداد آخر في الأفق الساحة السياسية الأمريكية، كيف وصل الحد إلى هذا؟ ربما المشكل يعود إلى طريقة إلى التغيرات التي حصلت في المجتمع الأمريكي وتمثيلها في الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. على مستوى الحزب الجمهوري هناك أغلبية واسعة للبشرة البيضاء المسيطرة على هذا الحزب. على الحزب هناك أقليات أكثر في الحزب الديمقراطي. الذي حصل في 30 سنة السابقة هناك تغيير ديموغرافي بحيث أصبح عدد السكان الذين يأتون من أمريكا اللاتينية والأقليات أصبح أكبر بكثير مما كان عليه، فهذا خلق نوع من المشكل لدى الحزب الجمهوري، خاصة في فكرة الذي غرسها الرئيس دونالد ترامب، فكرة أن هؤلاء أن الأقليات لا تملك حق السلطة أو التمثيل وأنه دائما يعتدي على الأقليات. على الحزب الديمقراطي شيء آخر، هو أن القاعدة أصبحت أكثر ممثلة للعديد من الأقليات، لكن السلطة العليا القيادة لا تمثل هذه القاعدة، فبالتالي هناك أزمة في التمثيل وأيضا أزمة في الناتجة عن التطور تزايد السكان والأقليات. طيب أستاذ نصر الدين، يبدو أن الأزمة تسبب فيها بالأساس الحزب الجمهوري، فهل انتقلت أزمة الحزب لتصبح أزمة في البلاد كنوع من الترابط العضوي؟ هو هواء ملوث سياسي يتنفسه الجميع، ربما تنفسه في الأول كما قال الدكتور من كاليفورنيا الحزب الجمهوري عندما بنى نظرته على نظر عنصري، لكن اعتبر أنه حتى الحزب الديمقراطي هناك شقوق داخله خطيرة جدا بين اليسار واليمين،
بين المنادين بالانفتاح على الأقلية العرقية وبين المنادين أو المحافظين الذين يريدون وأقرب تقنيا وموقعا إلى يسار الحزب الجمهوري. أعتبر أنه السبب الأكبر إضافة ما قاله الدكتور من كاليفورنيا أنه الليبرالية العالمية والانفتاح على الأسواق العالمية والعولمة لم تخدم الجمهور الأمريكي، خدمت الشركات الأمريكية، خدمت البورصة، خدمت كبرى الشركات، خدمت الثروات، عظمت من الثروات ما منهم من أثرياء، لكنها أفقرت هذه الشعوب. نسبة البطالة الآن في أمريكا مرتفعة، تخلف القائم على مستوى المدارس العمومية، النظام الصحي العمومي شبه مفقود وشبه ميت، وأعتبر أنه عدد منهم خارج الدورة الاقتصادية أمريكا هم المنسيين أو بدون وظائف وبدون سكن. نعم. تزايد كبير، واعتبر أن هؤلاء يمثلون كما قلت خطرا على الانفجار الاجتماعي، إضافة إلى التصلب السياسي الذي قد يقود إلى مواجهة، علما وأنه دكتور يعرف أفضل مني أن هناك ميليشيات في أمريكا موجودة قانونيا تتسلح يليق بالدول الصغيرة في العالم، ولها ميليشيات مسلحة تسليحا جيدا، وهي خطيرة جدا على البلد وقادرة ورافضة في معظمها السلطة المركزية وتريد الاستفراد بالحكم في مناطقها. هناك نزاعات استقلالية في كاليفورنيا، في تكساس، وفي فلوريدا، وأعتبر أن هذه لم تكن في القريب العاجل، في المتوسط والبعيد ستكون قنابل عنقودية وقنابل تستنفجر أكيدا. طيب دكتور حمود صالحي، نتساءل الآن هل يتمكن مجلس النواب من اختيار الرئيس له، وكيف سيكون، خاصة أنه كيفن ماكارثي كما تحدث في البداية انتخب بعد 15 جولة، فهل سيتمكن المجلس الآن من اختيار من يمثله رئيس قوي كما يريده خاصة الديمقراطيون؟ مرتبط بالشخص الذي سيعينوه، والشخص الذي يكون له قابلية بالعمل مع الحزب الديمقراطي من جانب، وأيضا خلق سمعة طيبة لدى الحزب الجمهوري. لحد الآن ذاك الشخص ليس موجود. أترقب أن هذا أن الوصول إلى إيجاد رئيس لهذا المجلس سيأخذ وقت. هناك حديث من يقول بأن هناك من يقترح أن يكون أن يعين الرئيس دونالد ترامب، بحكم أن الرئيس السابق دونالد ترامب بأن القانون يسمح لشخص خارج مجلس النواب أن يكون رئيسا، رغم أن ذلك لم يحصل في السابق. فيجب علينا انتقال الأخ أمين. يبدو أنه هل سيشهد انسداد أكبر، لأنه ربما كيفن ماكارثي انتخب بعد 15 جولة وهو الذي قدم تنازلات للديمقراطيين حتى انتخب؟ أنا ربما يكون أكثر من ذلك. نفس النموذج سيتبع. من المحتمل جدا أن الممثل الذي سيختاره الحزب الجمهوري يكون من اليسار المتشدد، بحكم العلاقة التي ترتبط دونالد ترامب وتأثيره في الحزب الجمهوري، ولذلك هذا سيكون. طيب دكتور حمود صالحي، كنت معنا اليوم، شكرا لك على كل ما قدمته في هذا الموضوع. أيضا أستاذ نصر الدين بن حدي، كنت معنا اليوم، شكرا لك. إذن مشاهدينا الأفاضل، بهذا نصل لنهاية عدد اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.